اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، ونذهب الى الصحافه واهم ما جاء في صحف ومنشطات الامس واليوم ايضا. معنا ايه محمود بقى؟ نبدا معكم هذه الجوله مشاهدينا من اخبار اليوم ونقرا فيها: رئيس الوزراء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافه قمه تغير المناخ، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا لبحث الاستعدادات اللازمه لانعقاد الدوره 27 لقمه الامم المتحده لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ كوب 27 والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ كوب 27 بقيمة بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسؤولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة أن تظهر المدينة في أبهى صورها وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير في أقصر فترة ممكنة. من جانبه استعرض الدكتور خالد العاني وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بمدينة شرم الشيخ ونسب التنفيذ الخاصة بها وبعض التحديات التي تواجه عددا من المشروعات، وكلف مدبولي بسرعة دفع هذه المشروعات. اهلا بيكم، ونذهب من اخبار اليوم لبوابة الاهرام وخبر بعنوان اليوم: انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي بمشاركة 250 شركة من 20 دولة. التفاصيل بتقول بتنطلق اليوم الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الاخضر، والتي تقام في الفترة من 7 الى 10 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار الطريق الى 2030. يشارك في المعرض الذي يقام للعام الرابع على التوالي 250 شركة من 20 دولة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والموانئ البحرية والبرية والمراكز اللوجستية والنقل النهري. وقالت وزارة النقل إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي تنعكس على المشاركين في المعرض، الذي سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في كافة قطاعاته. ونذهب إلى بوابة الجمهورية ونقرأ فيها المشاط: الدولة تسعى لتحقيق نمو مستدام وأخضر. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري تؤكد قدرته على المضي قدما نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة. وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.2% في عام 2021 و 4.4% في عام 2022 مدفوعا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لا سيما في الربع الثاني من عام 2021. ومن الجمهورية نذهب إلى الشروق، وعنوان الخبر الجاي بيقول: مدبولي يجتمع مع 3 وزراء وسبعة محافظين لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي. الخبر بيقول: عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بحضور كل من وزراء السياحة والأثار والتعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والتنمية المحلية ومحافظي جنوب سيناء والأقصر والجيزة والقاهرة وأسوان والبحر الأحمر. كما أشار دكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى طرح العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع والتي تستهدف تأجيل أو ترحيل تحصيل أي استحقاقات مالية، وقد تحملت الدولة الكثير من الخسائر من أجل الحفاظ على استمرار آلاف من العاملين فيه وعدم المساس بفرص العمل المتاحة به، وخاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا. ونذهب إلى جريدة الوطن ونقرأ فيها: كشف هام للبعثة المصرية الألمانية المشتركة بمنطقة آثار المطرية، حيث كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية والعاملة بمنطقة آثار المطرية عن العديد من كتل البازلت التي تمثل أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختبو
الأول بالإضافة إلى امتداد للمعبد من الناحية الشمالية ربما ليربط معبد نخت بوب المحور الرئيسي للمعبد. جاء هذا الكشف أثناء قيام البعثة بأعمال الحفر الأثري لمركز معبد اليوبلس الكبير في منطقة آثار المطرية. وصرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مشيرا إلى أن البعثة عثرت أيضا على العديد من الكتل التي تمثل أقاليم مصر السفلى ومن بينها المنظر الذي يمثل أقليم هليوبلس بالإضافة إلى مناظر لأقاليم مصر السفلى الأخرى. خبر حلو قوي بصراحة، يعني بحس بلدنا غنية بالآثار الجميلة، بس مشكلتها إنها بقت في منطقة سكنية، يعني كل يوم بنكتشف حاجات جديدة حقيقي، يعني حاجة نفخر ونفرح بيها. عايشين فوقيها. أيوه يعني كان في مدن عايمين على الآثار، كان في مدن بس الواقع إنها اندفنت على مدى سنين. المطرية واحدة الحقيقة من المناطق الغنية بالآثار الجميلة واللي كل يوم فيها اكتشافات رائعة جدا الحقيقة. ونذهب من الوطن لرازي اليوسف وخبر بعنوان وزير المالية زادت مساهمات المشروعات الصغيرة في النمو الاقتصادي. أكد دكتور محمد وعيد وزير المالية أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، خاصة في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي على نحو انعكس في عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى في قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يساعد في زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات في النمو الاقتصادي على نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية. وقال معيط إن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.